مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي تلجراف مصر، اهلا وسهلا بكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر الجديد من هنا من امام نادي الزمالك. ننقل لحضراتكم تفاصيل زياره مجلس اداره النادي الاهلي بقياده محمود الخطيب الى مجلس اداره نادي الزمالك والى القلعه البيضاء بنادي الزمالك. يمكن مجلس الاهلي يلبي دعوه نادي الزمالك غدا الاثنين ويؤكد اعتزاز العلاقات الراسخه بين الناديين الكبيرين النادي الاهلي والنادي الزمالك. وكمان مجلس اداره النادي الاهلي بقياده محمود الخطيب ومجلس الاداره يلبي غدا الاثنين زياره لنادي الزمالك. يمكن الدعوه دي كان تلقاها النادي الاهلي قبل عده اسابيع فاتت، ولكن النادي الاهلي يعني اعتذر لنادي الزمالك بسبب مرور الراحل الكابتن العمر فاروق نائب رئيس النادي الاهلي الاسبق الذي رحل عن دنيانا يعني بسبب وعكه صحيه شديده. يعني النادي الاهلي اعتذر لنادي الزمالك في بيان رسمي وقال ان تم تاجيل الدعوه لزياره النادي الاهلي الى القلعه البيضاء، واكد فيها ان النادي الاهلي يعني يعتذر لنادي الزمالك عن عدم تلبيه الدعوه بسبب مرض الكابتن العمري فاروق. وكمان ايضا يعني كانت الزياره دي كانت زياره وديه ترسخ العلاقات الوطيده بين الناديين الكبيرين وجماهير النادي الاهلي ونادي الزمالك العريقه. وايضا يعني كان في عده ملفات وعده مفاجات كان هيعلن عنها النادي الاهلي خلال الزياره لنادي الزمالك، ولكن زي ما قلنا لحضراتكم يعني النادي الاهلي اعتذر خلال عده اسابيع سابقه عن عدم تلبيه الزياره بسبب يعني مرض الكابتن عمرو فاروق. كمان كان من المفترض زي ما قلنا لحضراتكم الدعوه المشار اليها كانت في وقت سابق، الى ان الظروف التي المت بنادي او المت بالنادي الاهلي والواقع الصحيه اللي مرت بالكابتن الراحل الكابتن العمر فاروق منعت النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي واداره النادي الاهلي من زياره نادي الزمالك. ولكن خلال ال 48 ساعه السابقه النادي الاهلي يلبي طلب زياره نادي الزمالك. وزي ما قلنا لحضراتكم اعلن مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب تلبيه زياره نادي الزمالك. وكان البيان اللي ارصده او اعلن عنه النادي الاهلي كالاتي، بيقول كمان البيان في النادي الاهلي ان هذه الزياره الوديه تاتي ترسيخا للعلاقات الوطيده بين الناديين. كمان يعني بيقول فيها نادي الاهلي ونادي الزمالك ان الدعوه دي كانت من المفترض من خلال ثلاث اسابيع سابقه، ولكن تم تاجيل الدعوه زي ما قلنا لحضراتكم بسبب يعني مرض الكابتن الراحل الذي رحل عن دنيانا الكابتن العمري فاروق. كمان النادي الاهلي والنادي الزمالك تربطهم علاقات متميزه بين يعتبر بينهم هما الاثنين بين النادي الاهلي ونادي الزمالك خلال الفتره الاخيره. يعني نادي الزمالك المتمثل في رئاسه الكابتن حسين لبيب ومجلس ادارته الحالي اللي يعتبر نجح في الدوره السابقه، ومجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. كمان الفتره الاخيره يعني شهدت العديد من المواقف الايجابيه. شفنا زي ما حضراتكم كنتوا شايفين ومتابعين النادي الزمالك كان واقف في عزاء الكابتن العمري فاروق، وكان كمان زياره من مجلس اداره نادي الزمالك بالكامل ومن اللاعبين ايضا. يعني نادي الزمالك كان دايما بيكون سباق ونادي الاهلي بيكون سباق في المحافل الدوليه والمحليه. اذا كان النادي الاهلي بيمثل من مصر في المحافل الدوليه كان بيبادر نادي الزمالك وبيهنئ نادي الاهلي زي ما هناه في بحصوله على المركز الثالث في كاس العالم للانديه. وايضا يعني منتخب النادي الاهلي ايضا كان بيهنئ نادي الزمالك سواء كان بالفوز بالبطولات القاريه او الالعاب الاخرى. يمكن بعد ما حدد مجلس اداره الاهلي برئاسه محمود الخطيب موعد لزياره النادي الاهلي واللي كمان اللي مقرر انها تكون عقب انعقاد الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وتلبيه لدعوه مجلس اداره الزمالك برئاسه حسين لبيب، يعني لاحت في الافق بوادر اعتذار للنادي الاهلي زي ما قلنا لحضراتكم بسبب مرض الكابتن العمري فاروق. ولكن في ال 48 ساعه السابقه النادي الاهلي بيعلن في بيان رسمي ليه
نية زيارة نادي الزمالك والإعلان عن إن مفاجآت عدة لنادي الزمالك. يمكن زي ما قلنا لحضراتكم كان سر إلغاء الزيارة لزيارة النادي الأهلي لنادي الزمالك بسبب يعني تعرض الكابتن العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الأسبق لوعكة صحية خطيرة كما تم يعني وصفها، ورحل على إثرها الكابتن العمري فاروق، ويتقبل نادي الزمالك في هذا الوقت وفي ذلك الوقت اعتذار النادي الأهلي برئاسة حسين لبيب ومجلس إدارته، وأكد كمان تفهمه للموقف وإن سبب الاعتذار هو سبب طارئ لا يعني ما فيهوش أي سبب غير مفهوم أو سبب مبهم، ولكن كان سبب طارئ، ونادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تفهم الوضع ويتفهم الأمر، وقال في بيان رسمي: نتفهم الظروف التي يمر بها النادي الأهلي، وإحنا بنساند النادي الأهلي والكابتن العمري فاروق، وكمان بنساند إدارة النادي الأهلي في الظرف اللي بيمر بيه. كمان يعني هنعمل لحضراتكم ثلاث مفاجآت قبل يعني ما يتم الزيارة. يمكن أهم هذه المفاجآت اللي بيعلنها الكابتن محمود الخطيب، والسر وراء هذه الزيارة كان شيك بقيمة 20 مليون جنيه. يمكن الخطيب ورئاسة النادي الأهلي بعد يعني انعقاد الجمعية العمومية أعلن عن ثلاث أسرار وثلاث هدايا سوف يتم مناولتهم ومناقشتهم في الزيارة التي هتتم بين النادي الأهلي ونادي الزمالك غدا. يمكن أول هدية وأول مفاجأة هيفجرها محمود الخطيب ومجلس إدارته هيكون ملفات سخنة هيتم مناقشتها مع مجلس إدارة نادي الزمالك، واللي هتكون بمثابة ثلاث هدايا، اللي أولها زي ما قلنا لحضراتكم هتأكد على وضع سقف في شراء اللاعبين من أي نادي في الدوري بحد أقصى 20 مليون جنيه. يعني زي ما حضراتكم شايفين وعارفين في الدوري المصري بنسمع عن أرقام خزعبلية، لعيبة بتتباع بـ50 و70 و100 مليون و200 مليون جنيه. النادي الأهلي في بيان رسمي ليه غدا عقب زيارته لنادي الزمالك أول حاجة هيطرحها وأول هدية هيعلن عنها النادي الأهلي لجماهير نادي الزمالك برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأيضا الزيارة اللي هتكون برئاسة محمود الخطيب وكابتن حسين لبيب، أول مفاجأة هيعلن عنها النادي الأهلي هو إن أي لعيب هيتم شراؤه أو تبادله بين النادي الأهلي أو أي نادي آخر سقف التعاقد مع اللاعبين لن ولم يتعدى 20 مليون جنيه. ده في أول هدية بيقدمها للنادي الأهلي لنادي الزمالك. يعني يمكن نادي الزمالك على الفترة الأخيرة وأيضا يعني خلال تولي المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق كان يعني بنسمع أن النادي الأهلي دايما يعني بيشتري لعيبة بأرقام عالية جدا، ونادي الزمالك دايما في أزمة مالية، لكن خلاص محمود الخطيب يعلن على أن أي لاعب يتم شراؤه سواء في من نادي الزمالك أو من أي نادي آخر سقف اللاعب لن يتعدى 20 مليون جنيه. تاني ملف هيتناوله نادي الأهلي ونادي الزمالك برئاسة محمود الخطيب، والهدية التانية اللي هيقدمها محمود الخطيب لرئاسة نادي الزمالك لمناقشتها مع مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب هو عدم الدخول في مفاوضات لخطف اللاعبين بين الناديين لتنتهي قصة خط الأهلي، يعني خطف نجم من الزمالك والعكس. يعني شفنا الفترة الأخيرة مناوشات كبيرة جدا بنسمع ان نادي الزمالك خطف لعيب من نادي الاهلي والنادي الاهلي خطف لعيب من نادي الزمالك، وقصة ان اللعيبة في نادي الزمالك بتعمل الاندية الاوروبية والاندية الخليجية كوبري علشان تروح تلعب فيها ومن ثم العودة الى النادي الاهلي وليس نادي الزمالك، ولكن النادي الاهلي بيعلنها رسميا انه لن يتم خطف اي لعيب من نادي الزمالك او ما شابه ذلك. وايضا النادي الزمالك بيعلن ايضا في الملف اللي هيتم طرحه غدا الاثنين انه مش هيتم اي حاجة زي خطف، وزي ما الاعلام بيقولوا بيتناول ان تم خطف لعيب من النادي الاهلي والنادي الاهلي يعني كان اللعيب ده المفروض ما يروحش الزمالك والعكس تماما. خلاص الخطيب بيعلن تاني مفاجأة ان النادي الاهلي ونادي الزمالك هيلغوا بند حوار خطف اللاعبين او ما يسمى بخطف اللاعبين، وان اي حاجة هيكون بين اتفاق بين الادارتين وجلسة بين الادارتين سواء كان على التفاوض سواء كان بالتفاوض مع لعيب من نادي الزمالك او بالتفاوض مع لعيب من النادي الاهلي، الاثنين هيسووا امورهم يعني بشكل قانوني وبشكل رسمي. كمان يعني بنقول لحضراتكم ثالث ملف من الملفات
اللي هيعلنها محمود الخطيب غدا الاثنين في زيارة هي الأهم وهي الأقوى في تاريخ الرياضة المصرية بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك. الملف الثالث اللي هيتم مناقشته من جانب محمود الخطيب مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب هو وجود بروتوكول تعاون بين الناديين في مختلف اللعبات بصورة أو اللعبات بصورة مباشرة. يعني بنشوف لعيبة سواء من الصالات أو من السلة أو من الطايرة بتروح من نادي الزمالك لنادي الأهلي، وأيضا العكس تماما بنشوف لعيبة من النادي الأهلي بتروح لنادي الزمالك، وشفنا في الصالات كتير من اللعيبة اللي اتقلت من نادي الزمالك لنادي الأهلي، وشفنا من الطايرة لعيبة من نادي الزمالك بتروح للأهلي ونادي ولعيبة من الأهلي بتروح الزمالك. لكن محمود الخطيب أعلنها صراحة إنه هيكون في بروتوكول تعاون بين الناديين الكبيرين، أي لعيب أو أي لعبة أخرى هيتم التشاور فيها وهيتم عقد جلسة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك بخصوص هذه اللعيبة والتشاور في انتقالها أو حتى في مستوى اللعيبة، أو مثلا لعيب عايز يحترف في نادي الأهلي أو نادي الزمالك أو يحترف في الخارج، خلاص هيكون في بروتوكول تعاون بين الناديين هيساهم في يعتبر تطوير اللعبة المصرية وتطوير أداء اللاعبين المصريين داخل مصر، وأيضا يعني اللاعبات الأخرى مش بس في كرة القدم، لا ده كمان في اللاعبات المختلفة سواء كان في الصالات أو في الطايرة أو في كرة اليد. شفنا يعني بروتوكول تعاون هنشوفه الفترة اللي جاية بين النادي الأهلي والنادي الزمالك، وده هيصب في مصلحة منتخب مصر اللي يعني شفنا أداء يعني أداء متذبذب في الفترة الأخيرة بين من منتخب مصر، يعني شفنا عدم تناغم بين اللعيبة، اللعيبة مش مركزة، خلاص النادي الأهلي ونادي الزمالك هيتناولوا في البروتوكول بتاعهم تعاون بين الناديين في اللعبات المختلفة. يعني أيضا يعني ثلاث هدايا يعتبر من أبرز الهدايا اللي هيقدمها النادي الأهلي لنادي الزمالك. يعني كمان هيتناول النادي الاهلي ونادي الزمالك اي مناوشات حصلت خلال الفتره الاخيره او اختلافات حصلت من اللعيبه داخل النادي الاهلي او نادي الزمالك هيتم النظر اليها. الازمه المتعلقه باللاعب محمود عبد المنعم كهربا والمساحقات المتعلقه بمحمود عبد المنعم كهربا، وان كان النادي الاهلي ليس طرف في هذه القضيه ولكن اللاعب يمثل النادي الاهلي محمود الخطيب ايضا من خلال هذه الجلسه ومن خلال البروتوكول المتعاون بين النادي الاهلي ونادي الزمالك هيتناول هذه الازمه. ايضا يعني اذا كان النادي الاهلي او النادي الزمالك في مستحقات عند الناديين عند بعضهم الاخر هيتم تسويتها. كمان بنقول لحضراتكم يعني النادي الاهلي هيحط سقف للاعبين. يعني ايه؟ يعني انا هتعاقد مع لعيب من داخل الدوري المصري اللاعب ده ثمنه وسعره مش هيتعدى ال 20 مليون جنيه. ده يعتبر من اهم من كلمات السر اللي هيتناولها محمود الخطيب ومجلس ادارته مع حسين لبيب ومجلس ادارته داخل القلعه البيضاء. يعني خطوه تاريخيه كبيره جدا احنا كنا بنامل فيها انها تتم منذ فتره كبيره جدا. الكره المصريه شايفين الكره العربيه والدوري السعودي والدوريات العربيه، شفنا كاس العالم للمنتخبات في قطر يعني الفتره اللي فاتت كان تمثيل ولا اروع، شايفين يعني الدوله المصريه بتساعد على بناء الملاعب وتطوير الكره المصريه. ايضا نامل ان الانديه الاخرى تتعاون مع بعضها الاخر، ده طبعا هيصب في مصلحه الكره المصريه وكمان الانديه المصريه اللي بتمثلنا وبتمثل منتخب مصر وبتمثل مصر في المحافل القاريه والدوليه. خطوه كويسه وكبيره جدا هتساعد اللعيبه على التعاون، هتساعد منتخب مصر على ظهور لعيبه وتناغم بين اللعيبه، خلاص هنشيل الازمات بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. ايضا يعني الالعاب الاخرى سواء كانت العاب الصالات بمختلف انواعها او الالعاب الاخرى الفرديه، النادي الاهلي ونادي الزمالك هيتناولوا هذه البيانات وهذه المعلومات او الالعاب في بروتوكول تعاون مشترك بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. زي ما قلنا لحضراتكم وبناكد لحضراتكم النادي الاهلي هيحط سقف لاسعار اللعيبه، خلاص مفيش لعيب هيكون سعره 100 مليون و70 مليون و150 مليون وما شابه ذلك، خلاص سقف اللعيبه كله هي
هيكون 20 مليون جنيه لأي لاعب يتعاقد معاه النادي الأهلي أو نادي الزمالك داخل مصر. أيضا يعني هنشوف بروتوكول تعاون داخل الألعاب المختلفة، وكمان النادي الأهلي ونادي الزمالك هيكون في مناقشات حوالين الاختلافات اللي تمت في الفترة السابقة للنادي الأهلي أو نادي الزمالك، هيكون في تسوية لملف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا. أيضا يعني النادي الأهلي أعلن عن مناقشات في أمور عدة بين الأهلي والزمالك.